ولك صبر، شو اخبارك ها؟ شو انت ماكو ما تبين شو؟ وين ما وين؟ ما ادري يا اخويا، والله ملتهين بهالدنيا. والله يا اخويا احنا هم لا تسال، هالفتره كلش تعبانين. اقول ليش ما نشتغل سويه ها؟ ونلقى طريقنا، شو تقول انت؟ ونساعد انا وياك، شو تقول؟ ابني اخوك صبري البارحه سوى شيء اويلي، كل الصيدليات خدموا اخوك، بس باوع الفلوس كلهن ورق. والله اخويا صبري انت كبير، صاير عبالك بنك، راح تحزمه لاخوك مو بالله. ولك انت تموت على البلوشه اعرفك، دباوع اكو قص هنا، تعال خل نشبع بطننا. اخويا صبري، اخويا انت تخبل. الله يساعدك اختي. تسلم. ممكن تسوينا لفتين حلوات بلا زحمه؟ بعد ما فتحنا بالليل ان شاء الله نفتح. ولا يهمك اختي، لعد نروح لغير مكان. لا لا لا، اوقف اوقف اوقف، وين رايح ها؟ زينة، شلون نرجع اول زبون ها؟ راح تروح بركة المحل. اني هسه احضر قص الاخوان. بس حميد ما عدنا جاهز. زينة انت حضر البصل، اني اعلق النار، تمام زينة؟ يلا زينة. 10 دقائق ويجهز الاكل مالتكم اغاتي، تفضلوا استريحوا. تسلم اخويا. ليش تغمز لي حميد؟ ايش داي يصير؟ ليش زينة؟ هل أثول هذا تعرفين منه؟ هذا حرامي، حرامي، وعمو نعمان بالسجن من وراء هالحقير. بايقو مورط عمو نعمان، يعني عمو نعمان بسببه بالسجن. اي والله هو نفسه. زين ايش راح نسوي هسه؟ انت بس حضري اللفات، انا اعرف ايش راح اسوي. تمام. تليفون. ها حميد. عمو. الحقير اللي ورط عمو نعمان بالسرقة لقيته هو قدامي هسه. هاي صدق تحكي انت؟ متأكد؟ عمو متأكد متأكد، هو نفسه مثل البصورة نفسه، هنا جاي يمنا قاعد هنا. هسه انت لهي؟ تمام، علما اني ابلغ الشرطة واجي. زين يلا. ايش صار عمو نوري؟ اكو شي؟ ايش صاير عمو؟ حميد هذا. ايه؟ الحرامي اللي وقع نعمان هسه يم حميد. يبو يلا خلي نروح، وانتو هم تعالوا وياي. يلا تمام عمو. تمام عمو. يلا دير بالك على المكتب انت. ماشي عمو، دير بالكم على نفسكم لا تهجمه. تمام اخوان، الله وياكم. هاي تفضلوا عيني، وصل القص. والله اشتغلت شغل، سويت لكم لفه تخبل. قلت الأساتذة هاي آخر مرة يأكلون برا، لأن أكل السجن بلا ملح وما بي طعم. لا تخجلون أكلوا، تونسوا بهذا الأكل كل الزين. شو تقول أنت ها؟ الله يساعدك، هاي راشيته وقعت من عندك. تعال وين مولي؟ لا حطي حظك اليوم. وين جاي تنهزم ولك حقير؟ ثول أنت نصبت على صديقنا نعمان. بالله شنو؟ بنتي مريضة، خل نفتر على كل الصيدليات، اريد اشتري علاج. ورطت وياك لا اليوم الا خنقك، الا طلع روحك بيدي. يا عيني تنصب على العالم وبعدين تفتر براحتك وتاكل وتشرب، وحج نعمان ينام بالسجن. وين اكو هيك كلاوات؟ ماكو شيء لك، احنا ما نسمح بهذا الشيء. اخذوه اخذوه، يلا يلا يلا، اخذوه اخذوه منا. روحوا لكم لا تسوون شيء. ها سيدي شلوننا؟ والله عافية عليكم، عن قريب ان شاء الله نجيبكم يمنا. اي والله سيدي تسلم، الله وياك. شباب ترجعنا كلش احنا، شو تقولون خلنا كل لفه؟ اني متت من الجوع ترى. لعد لفات الامان جايه.